السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ إلى فيديو جديد، هذه المرة خاص بالاناليز كونتابل دوسي نيميرو 2. ألوغ معكم الأستاذ نبيل في شرح هذا الفيديو وهاد لابارتي اللي غنديرو. بعد ما شفنا الفيديوهات اللي قبل الخاصين بدوسي نيميرو 1 لامورتيزمون والبروفيزيون ما إلى ذلك، هاد المرة غنطرقو لاناليز كونتابل. ألوغ نبداو على بركة الله. لونتربريز بابيرو سبيسياليزي دون لا كوميرسياليزاسيون دو توت سورس دو بابي مي ا فوتر ديسبوزيسيون لي دوكيمون سويفون افان ديفيكتوي سارتان ترافو داناليز كونتابل رولاتيف ا ليكزارسيس 2016. ألوغ عطاونا دي دوكيمون، احنا خصنا نجاوبوا على الاسئله. دونك هادو هما لي دوكيمون ديالنا، دوكيمون نيميرو 1 ودوكيمون نيميرو 2. نشوفوا الاسئله شنو غطلب ساعه غادي نشوفوا. انا كنظن انني الناس اللي متبعه معايا ديجا عارفه الكور ديالها. دونك نشوفوا الاناليز كونطابل كيفاش كنخدموها في الامتحان. كنعرفوا ان الاناليز كونطابل كتعتمد على الغوكلاسمون والغودريسمون ديال لي كونس. دونك غادي نمشيو نشوفو السؤال الاول. السؤال الاول كومبليتي ليكستري دو تابلو دي غودريسمون اي دي غوكلاسمون انيكس نيميرو 6 باج نيميرو 7. ومن بعد طالبين مني كالكولي لو فون درولمون ليكيديتي، كالكولي لو راسيو دوتونومي فينونسيير اي انتربريتي لو فون درولمون ليكيديتي اي لو راسيو d'autonomie financière. Voilà, donc sur la page numéro 4, on chauffe l'annexe numéro 6. Donc, qu'est-ce que c'est l'annexe numéro 6? On te l'a mené et n'a ni n'amro. Voilà. Donc, d'après, on a déjà les combima tracé ce tableau flexel. مرحبا بكم من جديد. هذا هو الطابلو ديالنا اللي رسمنا. الوغ في الطابلو عطاونا لا فالور كونطابل شحال كيساويو، ما عطاوناش لي كابيتو بروبر، عطاونا ديت لون اي مويان تيرم و ديت دو كور تيرم. الوغ انا عمرت الطابلو ديالي، دونك هنا عمرت الطابلو ديالي بهاد المسائل هنا منين جبتها. فوالا، دونك نجيو هما عطاو لي الخاوي، دونك نجيو نشوفو منين جبتها. دونك لاحظوا معايا الدوكيمون اللي عطاوني، دوكيمون نيميرو 1 عطاوني لي فري بريليمينير. الوغ حطيت انا، عطاوني المارشانديز، الوغ حطيت ستوك، عطاوني لي تيتخي فالور دو بلاسمون، دونك حطيت لي تي بي بي. عاوتاني هنا عطاوني الريزولتا نت حطيتها، عطاوني اوتخ ديت دو فينونسمون دونك حطيت لي زومبران، وهنا عطاوني لو فون كوميرسيال. دونك هذا هو الطابلو ديالي، حطيتو على حساب شنو عندي. دونك هما لاحظوا معايا لانيكس اللي عطاوني باقا فيه شي حاجه ما درتهاش انا في الطابلو اللي هي هادي 375000 عفوا. دونك غادي نديرها هنايا، هادشي اللي عندي. كيفاش غنعمرو الطابلو ديالنا؟ نتابعو معنا. هاد الطابلو هذا راه سهل جدا. شنو خصني ندير؟ خصني نعاود غير الغوكلاسمون والغودريسمون ديالي، يعني شنو اللي عطاوه ليا جديد خصني نحيدو من مكان ونحطو في مكان اخر بناء على المعلومات اللي عطاوني هما. دونك نجيو نشوفو، نبداو بلي فري بريليمينير. فري بريليمينير دونك النت هي 10000. حنا حسب القاعدة ديالنا الفري بريليمينير دائما كتحيد من
البيلون فينانسيير دائما كتحيد. الوغ هنا كندير موان داك المونطون اللي عطاوني، ديما كتحيد ما خصهاش تبقى. ولكن من نحيدها من هنا خصني نحيدها حتى من الكابيتو بروبر. قاعدة هادي هادي خصني تكون محفوظة مضبوطة. لي فري بريليمينير في البيلون فينانسيير كتحيد ما كتبقاش. اي مونطون عطاوني هنا كنديرو في البيلون فينانسيير كنديرو موان، دونك كنحيدها ما كنخليهاش. وملا كنحيدها كنحيدها من من لاكتيف ومن الباسيف، دونك ما كنخليهاش. نمشيو دابا الستوك، نشوفو الستوك ديالنا. الستوك شنو عطاوني؟ عطاوني النت هو 50,000، وقالك لو ستوك اوتي ريبريزونت 15%. الوغ هاد 50,000 غناخدو ليها 15%. دونك قالك راه هذا راه كيدير لينا غير 15%، كي الحد ديالو او كيكون لينا غير 15%. دونك كنجي كنجبد الكالكول ديالي، دونك 15% عندنا 50,000 fois 15%, c'est 7,500. Alors c'est 7,500. Fin rendiro à 7,500. Rendiro à stock outil edna tima sin plus. Donc on a rendiro à 7,000 donc plus 7,500. L'Excel automatiquement va faire le plus. Voilà. Donc, radin j'ai eu. Nous avons d'abord les TVP. Les TVP. On dit les TVP. Gakan alfo les TVP. Alors, le net est 12,500. Je vais vous faire 12,500. Là, je vais vous dire TVP difficilement négociable. Difficilement négociable. دونك هي 5,000 درهم. دونك وبالتالي هذه اللي ديفيسيلمون نيغوسيابل اش غيوقع لها؟ غادا تبقى عندي. فين غتبقى عندي؟ لان مازال غتبقى عندي في تزاد عام اخر، دونك غتولي اكتيف ايموبيليزي. كندير انا سين بلوس. وشنو اللي بعت فاسيلمون سيسيبل هي 2,500. دونك هادو تباعو، بالتالي اوتوماتيكمون راه دخلوا لي الفلوس لا بنك. دونك كنجي كندير هنا بسين بلوس. متفقين؟ دابا هادو ملي تباعو هادو ملي تباعو يعني حيدو ليا من واحد الكونت هادو تباعو وهادو درت ليهم ريكلاسمون في بلاصه اخرى. دونك اوتوماتيكمون خصهم يتحيدو من لي كريونس، خصهم يبقاو عندي، او خاصهم يتحيدوا من الكريونس ديالي. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير موان اش موان 7,500. موان 7,500 غنحيدها من داك 12,500 اللي كانت عندي. متفقين؟ دونك انا كانت عندي 12,500 ديال لي تي في بي، واحد 5,000 ديفيسيلمون نيغوسيابل يعني غيبقاو عندي. دونك درتهم في لاكتيف ايموبيليزي، وواحد واحد 2,500 نيغوسيابل او فاسيلمون سيسيبل يعني غيتباعو. دونك حطيتهم في لي تريزوروري لان فلوس دخلات. دونك هادو زائد هادو راه هي 5,000 زائد 2,500 راه هي 7,500. دونك هاد 7,500 اوتوماتيكمون خصها تحيد من دوك لي تي في بي اللي كانوا عندي. دونك داكشي علاش درنا هنا موان 7,500. نجيو للريزولتا نت. الريزولتا نت عندي 50,000 درهم، وهاد 50,000 قالك لونتربريز
envisage de distribuer 30% du résultat avant le 31-5-2017. يعني غادي تحيد هاد 30%، هاد 30% منين غتحيد؟ بيان سور غتحيد من الكابيتال. دونك كنجي كنحسب 50,000 فوا 30%، عفوا فوا 30%، دونك هي 15,000. دونك 15,000 حيدناها من لي كابيتو بروبر، لأن هذا راه الريزولتا، الريزولتا راه دائما كتكون في لي كابيتو بروبر في البيلون، كتكون في الباسيف. دونك هي 15,000 حيدناها من هنا، اوتوماتيكمون حيدناها من هنا غادي تزاد هنا. علاش زادت هنا؟ لأنها ديت كوغ تيرم، راه في 31/5/2017، ها هي هنا في 31/5/2017 راه غتحيد. دونك داكشي علاش درناها في لي ديت كوغ تيرم. لي زومبران نشوفوهم شنو عندنا، شنو قال لنا؟ قال لنا اون فراكسيون دومبران ديال 9,000 اي رومبورسابل le 30/6/2017. Voilà. Donc, un H9 Andy. Andy a 9,000. La trombose. Donc, je n'aurai pas automatiquement que c'est un haïda, mais les dettes. H9 dette a dit. A dit la dette à long et moyen terme. A des emprunts. Donc, a dit le haïda, mais n'en a. Moins 9,000. Ou fin, a dit le dira. A dit le dira, n'en a. علاش درت هنا؟ لان ما بقاتش عندي نون او موان تيرم، راه ولات عندي كور تيرم. علاش؟ لان راه غترومبورسا في لو 36/2017، راه ترومبورسا في العام الجاي، يعني في لو موان 6 ديال العام الجاي راه ترومبورسا، لاننا حنا هادشي اللي عطاو لينا ديال 2016. نجيو نشوفو الفون كوميرسيال. الفون كوميرسيال مالو؟ Fonds commercial, créé par l'entreprise, il a une valeur de 150,000 dirhams. Fonds commercial, il a le capital propre. Voilà, donc c'est le tableau d'hier. Le tableau d'hier est mort. Je nous baquille. عفوا درناه في الكابيتو بروبر، اذا اوتوماتيكمون فون كوميرس كيكون بلاكتيف ايموبيليزي. دونك هما هادو كيكونوا هنا بلاكتيف ايموبيليزي، احنا كنعرفوا فين كنحطوا فون كوميرسال في البيلون، وكنديروا حتى في الكابيتو بروبر، لانه كي يزيد لنا لا فالور ديال الكابيتو بروبر. دونك شنو عندي؟ خصني نعمر هادي. باش غادي نعمرها؟ ديجا عطاوني la valeur financière. Donc qu'est-ce que ça oui hadi moins hadou kamlin, donc est égal hadi moins la somme. On a donné des fonctions, dire ça n'arrive pas en dès que la valeur financière كتساوي لا فالور فينونسيير هي لا فالور كونطابل هي 250,000 درهم. منين جبناها؟ دونك حنا كنعرفوا ان لا فالور فينونسيير اش كتساوي؟ كتساوي لا فالور كونطابل بلوس هادو، هي اللي كتعطينا هادي. دونك انا هادي ديجا عندي، وهادي عنده عندي عفوا هادي ديجا عندي، وهادي ديجا عندي. دونك اش بقى ليا؟ بقى ليا خصني هادي. اذا اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا لا فالور فينونسيير موان دوك اللي عمرت من الطابلو، غتعطيني لا فالور كونطابل. فوالا. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نعمر لا فالور فينونسيير. لا فالور فينونسيير دونك هذا ليكسل، انا كنستعمل لي فونكسيون ديال ليكسل. قلنا اش كتساوي؟
كتساوي la valeur comptable plus la somme ديال هادو كاملين اللي هنا اللي عمرت انا دابا plus la somme ديال من ديال هادو كاملين شحال غتعطينا دونك هي 478 الف دونك باش نتاكدوا نشوفوا الكالكول ديالنا شحال كانت عندي لا فالور كونطابل كانت عندي 325500 دونك نقصنا منها 10000 زدنا عليها 7500 وزدنا عليها 5000 وزدنا عليها 150000 شحال غتعطيني 478000 دونك هي هادي نديرو لا ميم شوز بالنسبة لكاع الأمور اللي عندي دونك اش كتساوي ليا دونك هنا فوالا دونك انا عمرت الطابلو ديالي دونك هادي موان هادي غادي تعطيني 62500 40000 40000 ناقص 2500 غتعطيني 42000 عفوا 40000 ناقص 2500 غتعطيني 37500 دونك هنا عفوا انا اللي غلط دونك 40000 بلوس لان عندي سين بلوس هنا بلوس 2500 غتعطيني 42500 دونك هنا 92000 موان 9000 غادي تعطيني 83000 و 143500 بلوس 15000 بلوس 9000 غادي تعطيني 165500 فوالا دونك هذا هو الطابلو ديالي حنا عمرناه نشوفو السؤال الثاني كالكولي لو فون دو رولمون ليكيديتي فون دو رولمون ليكيديتي اش كيساوي كيساوي لي كابيتو بروبر موان لاكتيف ايموبيليزي دونك لي كابيتو بروبر موان لاكتيف ايموبيليزي دونك في هذه الحاله اش كيساوي ليا قلنا لي كابيتو بروب شكون هما هي راهما هادو زائد هادو ان هذا هو الباسيف ديالي دونك كنجمعو كنحيد هادو هما اللي غيبقاو عندي في لي ريسورس اما ديت كور تيرم غيمشيو دونك هادو هما اللي غيبقاو موان لاكتيف ايموبيليزي Donc c'est c'est moins 20 000. Donc là, on a fonds de roulement liquidité. Calculer le ratio autonomie financière. Donc calculer le ratio autonomie financière. Le ratio autonomie financière, est-ce qu'il sait oui? Qui sait oui? Le capital propre. Sur les dettes les عندي sur les dettes les عندي donc qu'est-ce qui se fait dans cette situation donc le ratio qui se fait capitaux propres sur donc هذه plus هذه تفقين donc قلنا هو capitaux propres sur les dettes شحال كيعطيني دونك هي 1.50 دونك 1.50 فوالا 1.50 دونك كنتمنى ان لا فيديو او الشرح يكون واضح بقات لينا
ثلاثة ديال الأسئلة غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم في فيديو آخر على حساب الوقت، وتفاديا لهذه المسألة في حالة إلا تعطلت عليكم في الشرح ولا هذا، أنا غادي نخلي لكم الكوريكسيون ديال الامتحان كامل عناصر الإجابة اللي حطات الوزارة أو الأكاديمية ديال الامتحانات اللي حطاتو لهذا الامتحان. دونك غادي نخليها لكم تحت لا فيديو، يمكن لكم تطلعوا عليها، وهذا راه الشرح راه موجود الوقت اللي جيتوا ليه. الى ذلك الحين نستودعكم الله.